اليوم عندنا افتتاح لمشروع القرية السكنية للهلال الأحمر القطري في مدينة الباب. الحمد لله، هذه المرحلة الأولى 29 كتلة سكنية عبارة عن 116 شقة سكنية تم توزيعها على المحتاجين والمستفيدين، تم اختيارهم بعناية من خلال المجلس المحلي وأيضا بالتعاون مع الجهات المختصة هنا في مدينة الباب. عبارة عن 116 شقة لإخواننا النازحين المقيمين في المخيمات، تم نقلهم إلى هذا السكن البديل، وإن شاء الله راح يكون بالمراحل القادمة مشاريع أكبر لاستيعاب نازحين أكثر إن شاء الله.